أحسن الله إليكم. هذه أم ياسر من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، كنت مريضة بألم في مفاصلي وصداع في رأسي منذ فترة، فجمعت الظهر والعصر جمعا وقصرا وكذلك المغرب والعشاء جهلا مني، فقيل لي إن القصر خاص بالمسافرين، ماذا أفعل مأجورين؟ القصر لا يجوز للمقيمين ولو كانوا مرضى، لا يجوز لهم القصر، إنما القصر خاص بالسفر كما قيل لك، فعليك إعادة الصلاة تامة. وإنما الذي يجوز للمريض هو الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا إذا كان يحتاج إلى ذلك، وأما القصر فلا يجوز إلا للمسافر.